أيوة، أنا اكتشفت إنه إحنا كنساء علاقتنا بالجسد علاقة سطحية، يعني ممكن يكون علاقة خوف، علاقة عدم تقبل، لكن ما في مرة قبل هذه الدورة قدرت ألتقي مع امرأة وتقول لي أنا سعيدة بأنه عندي عضو هو مصدر الإبداع. إحنا نتفاهم مع الرحم بأنه هو عنده وظيفة معينة فسيولوجية. عمرنا فكرنا كنساء أنه هو مصدر الإبداع، أنه شيء عندك يعني خلق إبداع، مش مجرد يعني نعم، عضو. لكن بعد هذه التأملات أنت كنت حاطة بتعمد هاشتاج التشافي. نعم، إحنا صحيح. هنا نتحدث عن علاج صحيح روحي، صحيح. فكرة العلاج الروحي إيش مدى قناعتك فيه وفاعليته؟ مقتنعة 100%. أنا أقول لك ليش؟ إيه؟ لأنه في مدرسة حديثة تقول إنه التشافي ممكن يكون ذاتي، وإنه المرض عبارة عن فكرة، مش بالضرورة تقنع كل الناس. يعني الآن أنت تقولي يا دكتورة وفقا لقناعتك إنه كل اللي مرضوا بالأمراض هم حدثوا أنفسهم بها وجذبوها لهم، أيوة، إنه بشكل أو بآخر. ما في شخص راح كشف ولقي نفسه وهو ما حدث نفسه فيها. حلو، أنا أقول لك، هو لما راح قبل ما يروح ويكتشف إنه مريض لازم حيكون شيء من مشاعره متأذي. طيب اسمحي لي.